والحقيقة المؤلمة التي دائما نتحدث عنها، وهو قصة اختفاء الفتيات القبطيات المسيحيات، وهل يذهبون بأنفسهم أم أن هناك شيطان يبعث ويحاول دائما إرسال الخوف مع هؤلاء الفتيات المسيحيات. ولماذا دائما نبعث بكل الظن ونتحدث؟ لماذا دائما الكل يقول إن الفتاة المسكينة ساندي جورج، وهل هي اختفت بإرادتها أم ماذا حدث لهذه الفتاة؟ الكل دائما يبحث عن الحقيقة، الحقيقة التي قد تكون مرة ومحزنة ومؤسفة. ويأتي هناك المعلقين بأن هؤلاء الفتيات يذهبن بأنفسهم، ولكن دعونا نعرف الحقيقة أين هي، ولماذا الفتيات القاصرات وأيضا السيدات التي تزوجوا، ومع كل ذلك أيضا إننا دائما نعلم بكل اليقين أن لدينا فتيات محترمات. هناك من تذهب وتبعد وتترك دينها، لربما وجدت أن هناك حقيقة في الدين الآخر، الدين الآخر التي قد تجد فيه أنها وجدت نفسها. ولكن هناك فرق أيضا بين الاختفاء والاختطاف، وقصتنا اليوم قصة اختفاء الفتاة القبطية ساندي جورج شوقي في ظروف غامضة، ونداء واستغاثاته على مواقع التواصل الاجتماعي. اختفاء الفتاة القبطية ساندي جورج شوقي في ظروف غامضة، ونداء واستغاثاته على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة بعد اختفاء الفتاة القبطية ساندي جورج 22 سنة من شبرا الخيمة من يوم الخميس 9/5/2024. على مدار الأيام القليلة الماضية تداولت بعض أو عدد من الصفحات والحسابات الخاصة بالأقباط معلومات عن اختفاء فتاة مسيحية بشكل مفاجئ في عدة محافظات، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب هذا الاختفاء ووجود بعد طائفي له. قال رواد التواصل الاجتماعي إن اختفاء فتيات مسيحيات واستهداف واضح للفتيات القبطيات، كما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أن الفتيات القبطيات يتعرضن لاستهداف واضح وصريح، وعلى الأجهزة الأمنية التحرك لوقف هذه المهزلة. وكتب جمال يسري على الفيسبوك أن من يحب المسيح ويهم دمه يجب أن يقول بصوت عالي أن ساندي جورج شوقي يجب أن تعود. وكتب أيضا إيهاب بطرس إن اختفاء ساندي جورج شوقي قبطية 22 سنة وقد اختفت منذ اليوم الخميس 9 مايو 2024 من شبرا الخيمة.
نعم، إنها مهزلة حقيقية. تحدثت مذيعة في قناة الحوار الحر عن اختفائها، وأوضحت أن ساندي كانت في طريقها إلى شغلها عندما اختفت، وأنها حاولت الاتصال بأسرتها لكنهم رفضوا خوفا عليها، وأنها تواصلت مع أقاربها وسألتهم عن سبب اختفائها وإن كان لديهم أي مشاكل. الأخت المذيعة سألت مرضوش يقولوا، حاولوا أنهم يتصلوا بس رفضوا خوفا على ابنتهم، وأنها تواصلت مع أقاربها وسألتهم عن سبب اختفائها وإن كان لديهم أي مشاكل، فأجابوها بالنفي القاطع، ما عندناش أي مشاكل، وأنها كانت تعمل في مصنع. قال إنها كانت تعمل ولم يكن لديها أي مشاكل مع عائلتها، وأن الفتاة كانت تحضر الكنيسة كل أسبوع وكانت متدينة جدا، ووالدها الآن يناشد جميع الجهات المسؤولة لإعادة ابنتهم. وضم صوته وأضم صوتي إلى صوتهم ونطالب بعودتها في أقرب وقت ممكن. أحبائي وأعزائي، الوضع الآن بعد اعتداء على أقباط مسيحيين قرية الفواخر بالمنيا، تواصل قوات الشرطة في المنيا جهودا لتطويق قرية الفواخر التابعة لقرية سبط الخمار بالمنيا بعد وقوع أحداث اعتداء على أقباط القرية يوم الثلاثاء، وذلك بسبب انتشار شائعات حول نية المسيحيين ببناء كنائس أو كنيسة. عندهم نية يبنوا كنيسة مش كباريه، يبنوا كنيسة. أسفرت هذه الأحداث عن حرق 3 منازل للمسيحيين ونهب بعض المنازل والمتاجر وإصابة 3 أشخاص دون تسجيل أي خسائر بشرية. يا سلام يا سلام، 3 بيوت اتحرقت ومفيش إصابات بشرية. تمكنت قوات الأمن من القبض على عددا من المعتدين والمحرضين في أحداث اعتداء على أقباط قرية البواخر بالمنيا، وما زالت التحريات جارية للكشف عن المزيد من المتورطين في الاعتداء. بدأت جهات التحقيق في جمع التفاصيل حول الأحداث وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك التحقيق في الخسائر التي لحقت بممتلكات الأقباط. طالب الحقوقيين بتطبيق القانون بدقة دون اللجوء إلى العرف السابق الذي أدى إلى هروب المتطرفين من العقاب في الأحداث الطائفية السابقة، وشدوا على ضرورة فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون على الجميع مع توفير دور عبادة للأقباط في القرية كرد فعل على التطرف. الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتابعها أتابعوا بقلق بالغ هجوم المتطرفين الآن على منازل الأقباط المسيحيين في قرية الفواخر مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج. وقد أبلغنا المسؤولين بالاعتداء المتوقع ووعدونا باتخاذ اللازم ونثق في سرعة التحرك. حمى الله مصر من كل شر. في سياق متصل، كشف نيابة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا تفاصيل الاعتداء مسبقا، حيث حذر من وقوع الأحداث وسعى لإبلاغ المسؤولين بها، ولكنه أعرب عن ثقته في استجابتهم السريعة. وعقب استعادة الأمن في القرية أكد نيابته سيطرة القوات الأمنية على الوضع والقبض على المتورطين، مؤكدا أن الدولة ستقوم بتعويض المتضررين ومحاسبة الجناه فيما يعم لهدوء القرية الحالية. أيوة أيوة أيوة.
تحدث نيابتان نيابته أيضا عن خصوصية القرية، وأشار إلى أنها تقع على الخط الغربي وتبعد ساعة عن مدينة المنيا، وأنها ذات طابع قبلي وتشتمل على سكان من أصول ليبية، كما أشار إلى وجود مسلمين وأقباط في القرية دون وجود كنيسة فيها أو في القرى المجاورة. لا حول الله يا رب، عايزين يبنوا كنيسة، إيه العالم دي؟ عايزين يبنوا كنيسة في القرية؟ إيه الإخوة المسيحيين دول غراب قوي يا جدعان، غراب ولا حمامة؟ عايزين يبنوا كنيسة؟ يا نهار أبيض، ربنا يرحمنا جميعا يا رب، ويجعل الهدوء يعم مصر والسلام ختام. لا تنسوا قناتكم قناة الملك.